ثانية بالوفا والتمام في هذا الانطلاق، هذه اللي نافست من البداية اللي هي حفلة لخليفة بن حمد بن مفتاح الشامسي، والمركز الثالث على الشاشة الثالثة. ثالثة مشاهدي الأعزاء، 7:47 وست أجزاء من الثانية مشاهدينا الأعزاء لمحمد بن العطية اللي حلت في المركز الثالث. تهنئة وناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا احييكم بتحيه الاسلام الخالده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير من ميدان المرموم وتحفه ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي مع انطلاقات سن اللقاية والخمسة كيلومترات، هي مسابتنا الحاضرة مع انطلاقة شعارات أبناء القبائل، شوط الإبكار، المهجنات، الأصايل انطلقت، وانطلقت هذه الشعارات والأسماء وآمال كل مشارك. أتقدم في هذه اللحظات، أتقدم مع المركز الأول، أتابع الحاكم المركز الأول خلفان بن أحمد الهام لمن يقدم الحاكمة، ولكن ينخطف من الجانب الآخر الوسطى، يقدمها غدير بن سويدان المتفيج الاكتبي، يتقدم مع الوسطى على المركز الأول. المركز الثاني تراجع في ثاني المراكز من الحاكمة. المركز الثالث ناخذ الراشدية القادمة، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي القادم شعار الغوشري على المركز الثالث، والمركز الرابع شعارك يا بالعود يقدم مذيار بخيت بن حمد بالعود العامري، يتقدم شعار الشاعر ابو مسلم. المركز الخامس أتابع المركز الخامس القادمة الغالية في هذه اللحظات، يقدم الغالية محمد بن حمد بن سالم الدرعي القادم على المركز الخامس. ناخذ المركز السادس، أتابع الأسماء، أتابع القادمة في هذه اللحظات، الشاهينية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي قادما بن دري، المركز السابع. وصلت في هذه اللحظات، تقدمت وانطلقت براشي قادمة، حمد بن سلطان بن درويش المنصوري قادما مقدما براشي بن سرود على المركز الثامن، يقدم بصمة القادمة فلاح بن جلوي العجمي القادم في هذه اللحظات على المركز الثامن. المركز التاسع، وتابع الأسماء القادمة، وتابع الشعارات تسللة في هذه اللحظات، وأول الواصلات أفكار مبارك بالحميدي بن سالم العمري القادم مقدما أفكار، والمركز العاشر ناخذ المركز العاشر سيوف القادمة وأحمد بن سالم بوظفيره العمري يقدم سيوف. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات، ياهي من سلالات قادمة، ياهي من أسماء قادمة في هذه لحظات، ولنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة الوسطى على المركز الأول، الوسطى على الصدارة وعلى المقدمة. ما شاء الله قناة ثابتة، ولكن في المرموم تتلاعب بأعصاب الجميع. غدير بن سويدان المتفيج الاكتبي ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني شعار الجريل قادما مع الشاهينية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي قادم، وبن درويش على المركز
المركز الثالث يقدم براشي قادمة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات مديار مديار يا شاعر بخيت بن حمد بالعود العامري يتقدم بمسلم مع مديار على المركز الرابع شعاري وشل والعديد والعديد من الأسماء في عالم الأصايل. المركز الخامس عندك يا الغوشري يقدم الراشدية خميس بن سعيد بن صالح الزرعي القادم على المركز الخامس. شوف الأسماء، تابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات. الغالية الغالية قادمة، محمد بن حمد بن سالم الدرعي قادمة شعار بالسالومي، وصلت وتسللت الجنوبية السيد إسماعيل الهاشمي أول ندى لهذا الشعار قادما مع الجنوبية، وشعار بن سرون قادما مع بصمة هنا فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي يقدم بصمة، وكذلك فدى قادمة محمد بن سلطان المالكي يقدم فدى. يهي من أسماء يهي من شعارات، ولكن أعود إلى الصدارة وموقعنا الكيلومتر الأخير والوسطى على المركز الأول شوط المهجنات الأصايل. لمن من هذه الأسماء في جولتنا الثانية؟ بن درويش يأتي ويدفع ببراشي براشي حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. هل المرموم قادمين وعازمين؟ ولكن هل زاخر من الجانب الآخر؟ هل دار المفاخر يقدمون الشاهينية؟ أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري بن دري الهلاحي قادم المركز الثالث. هذه اللي وصلت الجنوبية السيد إسماعيل الهاشمي قادما مع الجنوبية، والمالكي قادما على المركز الرابع، ولكن الجنوبية تبغي السلام إلى الجنوب، إلى الجنوبية يا سلام. في اللحظات الأخيرة طارت الجنوبية في شوط المهجنات الأصايل، ولكن لفدا قادمة في اللحظات الأخيرة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي قادما، المالكي والهاشمي معركة ثنائية ما بين الجنوبية ما بين لفدا. الأمتار الأخيرة يا رعي الجنوبية يا رعي الجنوبية. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، وين السلام إلى العاصمة أبو ظبي؟ إلى العاصمة أبو ظبي، تهانينا والناموس لمالك الجنوبية السيد إسماعيل الهاشمي من قدم الجنوبية في انطلاقة المهجنات الأصايل. المركز الثاني فهد محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، المركز الرابع براشي لأحمد بن سلطان بن درويش المنصور، المركز الرابع الثالث شعار بن درويش، المركز الرابع الشاهينية، المركز الرابع الفاتنة القطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والمركز الخامس الشاهينية لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. حلت في المركز الخامس 7:35:9 من الثانية، هو توقيت الجنوبية والتوقيت الأفضل يتسجل ما شاء الله مع الجنوبية. مشكور من قدمها سيد إسماعيل الهاشمي، وسلام إلى العاصمة أبو ظبي. المركز الثاني 7:36:6 من الثانية اللي وصلتنا على المركز الثاني فهدى لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي. المركز الثالث نتابع المركز الثالث بهذه اللحظات والتوقيت من براشي 7:38:4 من الثانية اللي وصلتنا براشي لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري، تهانينا وناموس للجميع. التواصل